بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن فضل العشر الأواخر من رمضان. وقلنا إن العشر الأواخر، وكما تعلمون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أفضل أيام السنة. وهناك مضاهرة بينها وبين العشر الأوائل من ذي الحجة كما نعلم، وحدثت مقارنة بين العلماء بين الأفضلين، فلم يرجح فيها قول على قول. العشر الأوائل من ذي الحجة فيها صيام، الصيام فيها تطوع. العشر الأواخر من رمضان فيها صيام، والصيام فيها واجب فرض. العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، لا يضاهيه يوم. طيب، العشر الأواخر من رمضان فيها يوم، فيها ليلة القدر، هناك يوم عرفة، هنا الليل من المغرب إلى الفجر، ليل، هذا هو الليل. هناك أفضلية في يوم عرفة، وردت أحاديث تتكلم عن فضل يوم عرفة وعن صيام يوم عرفة وعن ما فيه من أفضلية، من أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويحفظ جميع عباده، وكذلك في ليلة القدر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويحفظ جميع عباده، والملائكة تحف الذاكرين يذكرون الله والذين يصلون ويقرؤون في كتاب الله، تحفهم الملائكة إلى سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا تلك مقارنة بين الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والأيام العشر الأواخر من رمضان. طيب، الاجتهاد، لما الاجتهاد؟ لما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد والطاعة؟ أنتم تعلمون الأحاديث، كان إذا دخل العشر أي أحيأ أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا الليل، أحيا الليل بقيام، بصلاة، بذكر، بقراءة، بتلاوة القرآن، بكيفما يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هو مالك، يعني هو المعلم، هو القائد، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يقول حتى تتورم قدماه ليعلمه، ليعلم الأمة، وقيام الليل شرفه، شرف المؤمن، في رمضان وفي غير رمضان. طيب، انتهى رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا فيه صالح الأعمال. ماذا تفعل بعد رمضان؟ تحافظ على ما كنت تحافظ عليه. رمضان جاء لمدربه، رمضان جاء لمعلمه على كيف، على الطاعة، على الصيام. كنت مقصر في صيام النوافل، كنت توقفت مثلا عن صيام الاثنين والخميس، أو صيام ثلاثة أيام كل شهر، أو قطعت صيام النوافل نهائيا. جاء رمضان لمدربك ويشد همتك. كنت لا تقرأ ورد من كتاب الله، فجاء رمضان فعودك ودربك على قراءة الورد في رمضان. تحافظ على هذه الأشياء التي كنت تفعلها في رمضان. لماذا؟ لأن الله قال في نهاية آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تؤمنون. ولا لا تتقون، انظر إلى تلك الأرض تتقون. التقوى هذه هي التي يريدها رب العزة منه. وكما قلت لكم أنه حثنا على التقوى في أكثر من موضع، في مواضع كثيرة: لعلكم تتقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا، انظر، وذكر مرتين: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، ذكر مرتين. وكما في خواتيم سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه أربعة مواضع، والكون نفسه ما قدمت لغد، واتقوا الله. إذا كتب علينا سبحانه وتعالى الصيام من التقييم، لأنه ليس هناك بعد تقوى الله شيء أبدا. بالصيام تتقي الله. لماذا؟ أن أنت بالصيام ترجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن صائم حدث لك شيء في الطريق، شخص ما حدثت بينك وبينه شيء، فتذكر قول المؤمن: إن امرؤ صائم، أنت صائم، يعني أنت في وقاية،
أنت في منزلة سامية، أنت في منزلة عالية، لأنك صائم وهناك حبل اتصال بينك وبين من؟ بين الله، لأننا نعلم أن الصيام لمن؟ لله، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام، فإنه الصيام الوحيد من جميع العبادات هو الخاص بالله سبحانه وتعالى، حبل متصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا شرك في لا شرك في الإشارة موجودة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا نحافظ على هذه القواعد التي تعودنا عليها، لنحافظ على تلك التدريبات التي تدربنا عليها، من لم يكن متدربا فجاء فصلى معنا القيام أو صلى صلاة التراويح أو صلى التهجد فليعود نفسه وما شاء الله له أن يصلي بعد رمضان. يجتهد في عبادته، يحافظ على ورده، يحافظ على أذكاره. أيضا موضوع الأذكار إخوة الإيمان، موضوع الأذكار كثيرا منا ما ننشغل في حياتنا وننسى، وأنا أولكم صح ولا لا؟ ننسى واذكر ربك اذا نسيت، يعني احنا بننسى. واجب عليكم فرض عليكم الانسان بتنسى، نعم، لكن بعد النسيان تتذكر، بعد الغفله تتذكر، لا تترك نفسك في نسيان تام، لا تترك نفسك في غفله تامه، تذكر حتى وانت داخل الصلاه. كلنا قد ياخذنا السرحان صح ولا لا؟ لكن تطرق نفسك الاستراحات تدور سارح وسالم الشيخ عمال يقرا ويصلي ويروح وانت عمال طالع نازل وخلاص وتطرق نفسك سرحان تسرح في الصلاه او تتذكر شيء وانت في الصلاه، لا تطرق نفسك المجال. الشيخ بشر رحمه الله كان واحد يقول لك جاي حفل سمع ومظبط سفرة ومائدة سلطات وزرق وخلاص هيتعشى وقت العشاء أذنت العشاء والسمك محطوط، فلما أذنت العشاء هو متوضى قال لك إيه؟ أما صلي العشاء عشان تقعد أكل فيها إيه؟ على رواق. فهو وهو بيصلي راح القطة هجمت على السمك، فصاحبنا خلاص بيوى الصلاة لسه بيبقى الفتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ينفع كلامك؟ انت بالك مع السمك ولا بالك مع الله؟ فانت انت بتتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، انت تتعامل مع وقفت بينك، يعني تخيل انت في حضرة ملك من ملوك الدنيا قال لك هتقابل رئيس الدولة او حاكم الدولة او الملك، هتنظر الى خطوه القطه او الحلبه او الى غير ذلك، ولا هتركز في مقابله الملك او الحاكم؟ مظبوط ولا لا؟ فانت تقول ولله المثل الاعلى انت واقف بين يدي الله، تطلب كل شيء، سلم نفسك لله، لا تنشغل، لا تسرح، لا تجعل السرح، السرحان قد ياخذني وقد ياخذك، لا محاله، لكن لا تطلب نفسك لهذا السرحان، لا تفكر في شيء الا انك واقف بين يدي رب العالمين. فلنحافظ على تلك الأوقات ونحافظ على تلك التدريبات بعد رمضان حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا، وتمشي على ضرب الصالحين، وتمشي على نهج الصالحين، وتمشي على الصراط المستقيم الذي ندعوه يوميا في صلاتنا في اكثر من مره، لانك انت لو ما بنقولش خمس مرات الا اكثر، لما تضرب خمس حروف في النوافل في كذا مره عدل الى 100 مره، اهدنا بتقول كل يوم ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. كلنا نتلمس صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، واذا مشيت على صراط الله او على طريق الله المستقيم فانت في معية الله، انت مع الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا، اللهم برحمتك ارحمنا يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.